وصل صوتك. كنت مع الاستاذ عبد العزيز سيد. احكي لي على السيد عادل شاوشهلالي اللي تم يعني اليوم يعني كاكتوس عمل وقف احتجاجي لانه تم تعيينه كوكيل للشركه هذه. عادل شاوشهلالي قلنا لكم يعني ربما جاي من اجل مهمه محدده لسانسرا لانه عنده خبره فيها، والخبره هذه باش يحكي لنا عليها المنشط معز من غربيه. عسلامه معز. مرحبا نوفل. يظهر لي عشت معاه تجربه سانسرا سي عادل شاوشهلالي. انا اكثر انا وسامي الساري اكثر من نعرف، وانا بالتاكيد نعرف ياسر هذا السيد الذي كان مكلفا بمهمه لدى وزير الاتصال السابق. مهمته كانت مراقبه ومشاهده وسانسره برنامج الحق معك. السادة المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن إذا كانوا يتذكروا في العديد من المناسبات نقولوا الحق معك بالرؤية وقتها، نهار الحق معك بالرؤية ما يتعدى وإلا ما يتعداش. السبب الرئيسي في أنه كان يتعدى وإلا ما يتعداش هو التقرير الأولي الذي كان يكتبه السيد عادل الشاوشهلالي. كانت مهمة السيد عادل الشاوشهلالي كنا نرسل نسخة من برنامج الحق معك إلى مؤسسة التلفزة التونسية. مؤسسة التلفزة التونسية تشاهد البرنامج، وهناك من تكلمنا بعدها ليعطي بعض الملاحظات، لكن مؤسسة التلفزة التونسية كانت 99% تقبل بالحصة. وتكلمنا بشكل الحصة والله فيها بعض التجني في الناحية هذه، ربما الأستاذ فتح المورتي كسر في الناحية هذه، لكن أول ما توصل كسيد الحق معك إلى وزارة الاتصال وإلى السيد عادل الشاوشهلالي الذي يشاهد الحصة كاملة يكتب تقريره ويقدمها للسيد وزير الاتصال في كل التقارير التي كتبها، وانا انتظر هذا الارشيف الان اللي موجود في كل الوزارات انه يعطينا النسخه من التقارير التي كان يكتبها السيد عادل الشاوشهلالي عن برنامج الحق معك. كل الحلقات التي لم تبث وقع سانسرتها من طرف هذا السيد ومن طرف وزاره الاتصال وبعض الحلقات من طرف رئاسه الجمهوريه. كل الملاحظات كانت سيئه، كل الملاحظات كانت ضد حريه التعبير. انا اتذكر العديد من اللقطات، مثلا بانه في مره من المرات هناك رجل عجوز فقير الحال قال من لقار، فكتب السيد عادل الشاوشهلالي بانه لا ظلم ولا قهر بعد اليوم. وهذا ما قال رئيس الدوله يوم 7 نوفمبر 87 وطلب مني سانسرت هذه الكلمه بالذات. في العديد من المناسبات كانت لي العديد من اللقاءات، في بعض الاحيان كان وزير الاتصال يرضى بتمرير الحصة بالرغم من كل التقارير اللي كان يكتبها هذا السيد. انا ما عنديش مشكله مع السيد عادل الشاوشهلالي كشخص السيد عادل، ولكن البروفيل وقع اختياره بدقه يبدو انه معنا. انا تدخلت في السابق عندما شاهدت هذا السيد يتحدث على الفساد ويتحدث على العهد البائد ويتحدث على الثوره البجيده والمباركه، وقلت في تدخل سابق في احدى الاذاعات اعتقد ان اذاعه مزيكا واذاعه شمس بانه اهانه لحريه التعبير ان كان هذا الرجل اليوم سيتسلم مقاليد شركه كاكتوس. وانا قلنا الان لغة الملفات الفاسدة ولغة الفساد ولغة المنتجين، وأنا منتج من منتجي شركة كاكتوس بالتعاون مع شركة كاكتوس، أنت التمساح والزلزال والتاسعة مساء، هذه لغة التهديد كأن هناك فساد في شركة كاكتوس. هاتوا 10 خبراء، هاتوا كل خبراء التي عندكم، كل الملفات تمر على القضاء التونسي. هذا السيد الآن سيأتي ضد القضاء التونسي وضد قرارات القضاء التونسي وضد سلطات القضاء التونسي فليتفضل، لكني الآن غير مستعد. لا أنا ولا أعتقد بأنه نوفل مستعد اليوم بأنه الحلقات ستصبح مسنسرة وأنه سأصبح أنا عديد سنة كاملة في التاسعة مساء. وأنت تعرف منيح يا نوفل، وأنت تعرف في لاباس كيفاش كنت تخدم، ما كان عندنا حتى طرف إداري يقول لنا شكون ضيوفكم وشوش عديو وشو ما تعديوش. هل السيد هذا اليوم الذي جاء على رأس شركة كاكتوس سيسمح بمرور التاسعة مساء بالشكل اللي كانت فيه في الموسم الفارط؟ هل سيطلب أسماء ضيوفهم لن يدخل؟ هل سيطلب ماذا سيقع بس على المباشر أم لن يدخل؟ وانت سيحلق حلقة مسجلة، هل سيطلب مشاهدتها أم لن يطلب مشاهدتها؟ لكل هذه الأسباب أعتقد بأنه على هذا السيد أن يرفض بنفسه الدخول لشركة كاكتوس، ولا أن ينتظر من صحفيه وتقنيه ومخرجيه وكل موظفي شركة كاكتوس. وأنت تعرف جيدا أننا في خلاف شديد هذه الأيام أنا وشركة كاكتوس، وأنت تعرف هذا وتعرف بالتأكيد أن هناك العديد من الاختلافات في وجهة النظر في مستقبل القناة التونسية، لكني ما نجمش نسكت. وأنا استمع بأنه سيد عادل الشاوشهلالي زعيم السنسرة الذي كان برنامج الحق معك لا يفيد في شيء في علاقة بإدارة وعلاقة بوالي وعلاقة لا يتحدث لا على فساد ولا يتحدث لا على رئيس الدولة ولا على عائلته، وكل الخطوط الحمراء مسطرة مسبقا، ومع ذلك وجدت كل الإمكانيات والفرص
لن يسنسر هذا البرنامج. فكيف لن يسنسر اليوم برامج لا تعجب البعض، لا تعجب بعض الأطراف الحكومة، ولا لا تعجب بعض الأحزاب، ولا لا تعجب بعض الشخصيات. وبالنسبة يعرف بأنه غير مرغوب فيه. واضح. وبالنسبة للتثبت قلت كلمة مهمة نحب ركزها، راهو هذا شخص وكيل، معناتها ما ينجمش يتثبت على محكمة وقاضي مراقب وغيره، معناتها تكون أضمن وقت اللي تحت المحكمة. أي يا نوفل، تعرف منيح خفايا الأمور وكل الاتهامات التي كانت موجهة لمدام الهام ترجمان الصوفي بأن هذه السيدة على رأس شركة كاكتوس، لأنها تتخفى على الفساد، وأنها تتخفى على العديد من الأشياء التي مريبة وغيرها، وكل ما قيل في هذا الشأن في الصحيفة الفارسة، وأنت تذكر هذا جيدا. فأنه بإمكانهم بيعها بكل سهولة بأنه قررنا أن نعين وكيلا. ثم الذي كان لا يعجب في تصرف الشركة، الشركة كانت مفلسة فأصبحت مربحة، الشركة تنتج برامج أصبحت بشبهات البرامج القناة الأولى في تونس. ما الذي لا يعجب؟ لماذا نغيرها؟ وإن غيرناها لماذا لا نحافظ على التصرف القضائي؟ ألم تحاول الدولة بأن ذهبت مرتين إلى القضاء لتغير مدام ترجمان فلم تفلح؟ اليوم تتخذ طريقة جديدة لإيقاف هذه القناة، وأنا برغم كل خلافات اليوم اللي معاك ومع سامي الكاري بأني أرفض أن تقف هذه القناة، وأرفض أن لا تستمر هذه القناة، وأرفض أن لا تستمر في مرتبتها الأولى في منافسة شريفة مع بقية القنوات الموجودة في تونس. إهانة للعائلة. هذا السيد عليه أن يفهم نفسه بأنه لا مكان له هناك، عليه أن لا يعود وصباح ما يركبش السيارة متاعه ويذهب من جديد، وعلى أن الرأي العام الذي وقف بالسابق في كل المناسبات، وقفت الناس الكل، وهذه قلتها مرة وقت اللي قابلت سمير حمزة بلومي، قلت له احنا كانت وقفت قناة كاملة ولم يقف معنا احد حد، لم نرى لا وجوعا سياسية ولا احزاب ولا منظمات مجتمع مدني، هناك حالة من النفاق تسود هذا التسود اليوم المشهد السمعي البصري. سمير سفيان بفرحات قام بإضراب شوع لانه في خلاف مع مديره، وهو حق في حق، وهو له الحق ان يقوم بإضراب شوع، فقامت الدنيا ولم تقعد. احنا وقع خلق قناة كاملة في رمضان، محكي علينا حتى حد، نحب اذكرك السلام، محكي علينا حتى حد اذاعات ولا تلفزيات ولا غيرها. الترجمة الوطنية انت سيدة ايمان بحرور عطيتنا الخبر رقم 20 في عندما اغلقت قناة باكملها، وقع قطعا بسبزيبات متاحة. هناك حالة من النفاق، لازمش يقعدوا حدهم اليوم عمال وتقنيين وصحفي شركة كاكتوس امام الاعتصام، المجتمع المدني الذي يتحدث على حرية الصحافة والجمعيات، ثم الايكا هذه ماذا تفعل؟ وانا متشنج وبكل هذا التشنج اللي حاب نتكلم، ثم انا الايكا هذا ما حابش تعطي رخصة، ولا هي اصلا جهات تعطي رخص، شو معنى ستة عام كاملة للي اذاننا واحنا كل يوم نستمع الى الضرب ورايكا لايكا ونقص عضو وتخالف عليه رئيس الجمهوريه مع حركه النهضه، ثم تخالف مؤتمر نفس الجمهوريه مع رئيس الجمهوريه مع حركه النهضه، وفي الاخير تعاملت لايكا. شو عملت ميليشيات مع تاسوس دافع بيانات خرجتها من الراي العام؟ ماذا اصلحت؟ هل هناك معناها القناه الوحيده اليوم والشركه الوحيده خارج تقول وتانان والزيتونة ولا أحد يسأل أموالهم من أين وتمويلاتهم من أين وبثهم المباشر كيف يتم؟ كل شيء ما يتعمل إلا على شركة كاكتوس وعلى قناة التونسية. والسيد هذا نأكد من جديد على أنه غادر مارس عليه السنسرة، وأنا مستعد بمؤسسي في أي بلد متتنسى ولا في أي إذاعة، ونحب يعرف هذا الأرشيد بتاع وزارة في كل شيء في كل التقارير. ما لهمش هذه الحكومة أن رأت في هذا الشخص المناسب اليوم لتسير شركة إنتاج كانت تمول في قناة التونسية لتصبح القناة الأولى في تونس. هذا السيد هو قادر اليوم على إبقائها. قرار تعيين عادل شوشهداد هو مرة أخرى في إطار نفس السياق إيقاف بس قناة التونسية وفي أحسن مش عاود يقف على ساقيه، ولأنه مش عاود يرى في قناة من جديد، فإننا نجد مرة أخرى فرصة أخرى لإيقاف بس القناة. واضح معز بن غربي، شكرا لك، لخصت كل شيء. شكرا لك معز بن غربي منشط قناة التونسية على كل هذه التوضيحات، خاصة أنت تعاملت مباشرة مع السيد اللي يحبوا عينه وكيل جديد لشركة كاكتوس واللي كان مختص في السنسرة. دونك الهدف واضح، معناتها هو حسن اختيار السيد هذا، معناتها يبرز النوايا بكافية كبيرة، ودعوة للوقوف مع شركة كاكتوس الشركة اللي باش تبرك، معناتها لو كان يتواصل الصمت هذا من الإعلاميين ومن الناس الكل كان لشاعات، معناتها للأسف يهبطوا في شاعات في الجرائد، معناتها جرائد محترمة برشا تهبط في كلام كذب، كلام كوميدي وإشاعات، ما فما حتى وقوف مع التلفزة الأولى في تونس.